لوز ني 100 جرام، خل ملعقة كبيرة، وماء ورد 2 ملعقة كبيرة، وبديل السكر حسب الرغبة، كربونات الصودا ملعقة صغيرة، وبيضة نطحنهم جيد. 200 جرام جبنة مازوريلا، بنذوب الجبنة على حرارة هادئة، نوضعهم مع الخليط، نفردهم على ورق زبدة ونقطعهم. ممكن نعمل حشوة جوز الهند ومكسرات وقرفة وبديل السكر حسب رغبتكم تحشوها. وبنحمي الفرن مسبقا على 220 درجة مئوية، بياخد 15 دقيقة. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي، وهيك أصبحوا جاهزين. بنعمل العسل 2 معلقة من تشيا، بنطحنهم، بنوضع 2 كوب ماء، وبنوضع بديل السكر حسب الذوق، وبنوضع ماء ورد، نطحنهم جيد بعد ما غليوا، وهيك بنوضعهم بالعسل لمدة دقيقة، بنتركهم، بنوضع مكسرات. في أمان الله.